السلام عليكم. كلنا تابعنا القضية بتاعت مذبحة الأم اللي قتلت 3 من أطفالها والزوج اللي كان مسافر بره وعرف الخبر بعدها ورجع من المملكة العربية السعودية علشان يحضر دفنة أولاده، وجه وكل اللي قاله أثناء دفنة أولاده وتحديدا بعد ما صلوا صلاة الجنازة على 3 أطفال، مسك مايك في الجامع وقال الرسالة اللي تعبتنا كلنا، وقال ربنا يرحم أولادي ويرحم أطفالي، وربنا يطلع الست دي اللي هي الزوجة اللي قتلت 3 من أطفاله يطلعها بالسلامة من المستشفى، وهو ما شافش منها أي حاجة وحشة في الدنيا، علشان كده بيتمنى من ربنا إن هي تطلع بالسلامة. الرسالة اللي حيرتنا كلنا رسالة الزوج، والإجابة دي برضو حيرتنا كلنا. حتى الرسالة اللي كانت حطاها الست دي او الام دي قبل ما تنتحر او ما تحاول ان هي تنتحر تحت الجرار وتصاب باصابات بالغة، حيرتنا كلنا، اللي قالت فيها لزوجها ادعيلي بالرحمة، ما شفتش منك حاجة وحشة في الدنيا، ريحت الاطفال وريحتك كمان، انت هتخش الجنة وانا هخش النار، اترحم لي ومش عايزة حاجة غير كده. والاجابة عليها كانت من الزوج زي ما قلنا أثناء دفن الأطفال الصغيرة. الأمر اللي حيرنا كلنا والأمر اللي خلانا نترحم لكل الميتين تحديدا الأطفال الصغيرة أطفال الجنة، حيرنا خالص وخلانا نقول في إيه تحديدا ومحدش فاهم أي حاجة في أي حاجة. حد بعت رسالة على البرايفت بتقول إن الأطفال التلاتة دول كانوا مرضى بمرضى التوحد، وحتى لو كان مرض التوحد هو اللي كان عندهم في الوقت ده، هل تستدعي العملية ان تكون مذبحة زي كده وبرضو اترحم عليها، ولا رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ هل فعلا هم كانوا مصابين بمرض التوحد ولا لا؟ ما نعرفش تحديدا، ما عرفش، ولكن كتير بيقول ان الاطفال دول كانوا مصابين بمرض التوحد، علشان كده الست دي او الام دي عملت المذبحة دي كلها، قتلتهم كلهم، نهتهم كلهم، علشان ما يعرفوش او مش هيعرفوا يعيشوا بعد كده في العالم لو هي حصل لها حاجة والاب حصل له حاجة. هل دي تعتبر رحمة ان الست دي عملت حاجة زي كده، ولا تعتبر فعلا قاتلة بنسبة 100%؟ أنا أعرف إن الحصان لما رجله بتتكسر لازم يموت أو لازم تتضرب بطلقة علشان ينهي حياته، لأن كسر رجليه بمثابة موت بالبطيء، علشان كده لازم بيموت. الست دي عملت كده ولا عملت الأكتر من كده؟ هل نقدر نقول ان الست دي رحيمة ان هي عملت حاجة زي كده وندعي لها بالرحمة، ولا نقول ان الست دي قاتلة ومجرمة من الطراز الاول؟ الزوج ربنا يعينه على اللي هو فيه، يكفي ان هو قال يا رب تطلع بالسلامة من المستشفى وما شفتش منها اي حاجة في دنيتي وحشة بالنسبة للاطفال، علشان كده دخلنا في حيرة مش عارفين نطلع منها. في المجمل رحمة الله على الأطفال الصغيرين، وربنا يرحم الزوج اللي مش عارف هيقدر يكمل ازاي في الحياة بعد فقدانه لأطفاله الثلاثة وبكلامه للزوجة المحبة ليه تحديدا، رحمة الله عليه، ودخلنا في حيرة مش عارفين نطلع منها. سلام عليكم.